بعد الجولة الممتعة اللي عشناها في المزرعة عايزين تعرفوا ازاي نوصل للمنتج ده، بما ان المزرعة دي في مصر وبما ان الحاجات الحلوة دي كلها في مصر، نوصل ازاي بقى للمنتج ده في مصر؟ معانا ومعاكم الأستاذ محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة المصرية للاستثمار والتنمية. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا سعيدة قوي، يعني في طاقة إيجابية كده، في احنا جوه الاستراحة دلوقتي، وأنا يعني أنا مبسوطة إن احنا دخلنا جوه، اتفرجت كمان الأجواء جوه غير بره، بس كلها لايقة على بعض. أهلا بيكي. والمكان حلو والفكرة حلوة وممتعة وانبسطت، أنا سعيدة. كلمني بقى عن المنتج كبراند. أنا دلوقتي خلاص وصلت لأنه إن العجول موجودة وإحنا بنربيها وشفناها وهي بتاكل وبتشرب وبتعمل كل حاجة وعايشة إزاي، هل ده بقى منتج موجود في مصر؟ والناس بقى توصل له ازاي وابتدى ازاي؟ كلمني عن الفكره من الاول. تمام. احنا عشان نوصل المنتج اللي حضرتك شفتيه بعد ما ادينا له عناصر الجوده دي ونوصله للعميل مباشره، فكرنا ان احنا نعمل بوم ميت. بوم ميت. بوم ميت. بوم ميت. يعني ايه؟ نعمل يعني ايه بوم ميت؟ نعمل بوم ميت. يعني ايه بوم ميت؟ يعني احنا نعمل حاجه ما حصلتش في عالم اللحوم. بومينج اللي هي بوم ميت. قنبله. ايوه قنبله. فرقعه. ايوه حضرتك. فدي الفكره جت من هنا. انا عشان اوصل لجوده حته اللحمه دي كانت الناس بتستوردها من بره. طب تمام. انا النهارده قدرت اوصل للسلاله دي واربيها عندي تحت اشراف بيطري ودكاتره تغذيه عالي جدا، وقدرت اوصل بيها للمواصفه العالميه اللي موجوده في بلادها الاصليه في اسكتلندا، مع التوافق الذوق المصري وطعم اللحمه البلدي، مع مواصفه حته اللحمه الانجوس اللي موجوده بره. يمكن لو انت جبتي انجوس مستورد هتحس ان مفيش استساغه بينها وبين البلدي، لكن احنا هنا بنخلط بين الاثنين، بنجمع بين الاثنين، بنجمع بين المواصفه بتاعت لحمه الانجوس وبنجمع بين الطعم البلدي الاصيل اللي الناس بتحبه. ودي يمكن حاجه عايز اقول لك كانت كومبلكس شويه عشان نوصلها. ايوه ايوه كانت شويه صعبه صح؟ طيب الفكره جت منين؟ يعني انت فكرت ازاي في الفكره دي؟ والله احنا فكرنا في الفكره دي ان انا عايز اوصل المنتج النهائي. اصحابي كانوا بيسالوني احنا عايزين ناكل من اللحمه دي. اوكي. تمام. مين اللي بياخدها؟ تمام. وجيراني وكله مصر يعني. مصر كلها بتسال ازاي يعني ناكل حته ستيك حلو. بالظبط كده. ده سؤال كل الناس بتسالهوني. طبعا. يعني انا ما فيش حد بيبعت لي على السوشيال ميديا ولا في اي حاجه نفسي اكل ستيك. اكل حته ستيك حلوه ازاي؟ يعني السؤال ده طول الوقت. ليه لما بناكل الستيك بره ما بيبقاش زي المطاعم زي البيت زي بره مصر يعني؟ تمام. طبعا دي مثلا قطعيه كنت دايما اقول لهم انه لا دي بتتاكل من انواع معينه مستورده بتبقى غاليه، ودي هنجيلها في الاخر. وعايزه اسالك، طيب احنا كده خلصنا، احنا ابتدينا الفكره جت منين. عايزه اسالك على القطعيات، تعالى نتكلم عن القطعيات اللي الناس هتبقى شوية مش فاهمة. احنا كده عندنا كل القطعيات ولا قطعيات معينة بقى وبيكي ومش كل حاجة؟ لا يا فندم، احنا عندنا كل القطعيات ابتداء من القطعيات العادية اللي احنا بنستخدمها في الخضار وفي الشوربة وفي واخد بالك، والبريميوم كاتس والاورينتال كاتس. البريميوم كاتس اللي هي ايه؟ علشان الناس البريميوم كاتس اللي هي التيبون وال التيبون اللي احنا بنقول عليها بيت الكلاوي. التيبون. التيبون لا هي مش بيت الكلاوي. التيبون هي قطعة بتبقى فيها مزيج بين الفلت والريشة. أوكي. مع كمية دهون معينة يمكن هي هتبقى موجودة معنا هنا على وعندنا لحمة خضار. وعندنا لحمة خضار عادي. يعني ممكن عادي جدا بالانجز بتل عادي. طبعا. طبعا. وبامية مفيش مشكلة. مفيش مشكلة خالص. وانا شايفة حاجات كتيرة. وايه تاني احنا عندنا؟ ستيك، عندنا تيبون، وعندنا ايه تاني؟ وعندنا كمان مصنعات، في برجر وفي كفته وفي سجق وفي بسطرمة وفي لانشون. تمام. يعني وفي ان شاء الله في باتشات جديده هتخش معانا. كل يعني وصلنا تقريبا ل 35 منتج لحد دلوقتي، وفي ازدياد ان شاء الله ان احنا نوصل المنتجات اكتر من كده.
طيب الناس بتوصل لها المنتجات دي ازاي؟ يعني انا عايزه، انا ست بيت عاديه خالص، اتفرجت النهارده على الحلقه وانبسطت جدا وسعيده جدا. انت عايزه توقعيني بقى وتعرفي الرحله بتاعه المنتج عايزة بقى كلها ازاي؟ عايزه اعرف مثلا، كلمني من اول رحله الذبح وبعد كده نوصل ازاي الناس توصل لها المنتجات. خلينا نشوف الذبح ازاي. هقول لحضرتك من بعد الذبح. احنا حضرتك طبعا العجل مجرد ما بيخرج من المذبح بيخرج في ثلاجه عربيه ثلاجه بتاخده توصله للمصنع. تمام. مصنع حاصل على الايزو ما شاء الله، حضرتك في شيفات عاليه المهاره ودكاتره بيشرفوا عليه، واخد بال حضرتك في كل في مجاله، والشيف كل قطعيه ليها شيف على فكره، دي حاجه يعني معروف. اول ما بيخش بيوصل العجل للمصنع بيخش ثلاجه التبريد، بيسميه ايه، احنا بندخله التبريد يوم علشان يتشمع، بعد كده بيطلع يتشفى، وبعد كده بعد ما بيتشفى بنبتدي نخش بيه على الكاتنج، نبتدي نقطع منه الكاتنج. الموضوع تقريبا نقطع. كله احنا خلاص نقطع بقى. طمنا على انه احدث المعدات كويس بتقطع مع اكبر الشيفات وناس خبره كلها عاليه. مع الاشراف الطبي والصحي، واخد بال حضرتك، بنوصل بالمنتج في الاخر لعند حضرتك. بيبتدي يخرج المنتج يتغلف. تمام. بيتغلف، اللحوم بتتغلف باكيوم، المصنعات باكيوم يعني الاكياس اللي هي بتبقى مسحوبه الهواء خالص عشان تحافظ على لون اللحمه، بيبقى مفيش بكتيريا بتنمو. بالزبط. لان انا ببيع لحضرتك بديكي مبرد اللحم فريش. انا عرفت كمان ان اللحمه بتوصل للعميل في ثلاجات، يعني ما بتوصلش ولا في اكياس ولا باي حاجه، فهي بتوصل في الثلاجه. تمام. ودي حاجه مهمه وحاجه حلوه قوي وانبسطت بيها جدا. تمام. يعني حسيت ان لا في امان، يعني الحقيقه بعد اللي انا شفته بره واللي سمعته ان هي بتوصل في الثلاجه، لان هو مهم جدا توصل ازاي. وده لما كنت بتناقش مع حضرتك بقول لك طيب انا كعميل الخطه اللي جايه فيها انه مثلا هيبقى في حاجات موجوده في السوبر ماركت. طب السوبر ماركتس الكبيره الهايبر ماركتس. طيب السوبر ماركتس الكبيره دي هيبقى فيها المصنعات اللي احنا هنتكلم عنها بالظبط، بس مش هيبقى فيها الحتت الستيك او اللحمه المبرده، اللحوم المبرده. وحضرتك جاوبتني اجابه لطيفه، ايه بقى الاجابه كانت؟ الاجابه ان حضرتك اللحمه المبرده لازم انا اللي اضمن توصيلها لحضرتك، ولازم تطلع في يوم التجهيز بتاعها، يوم الانتاج بتاعها، وتوصل لحضرتك مباشره. لو اي حد اتعامل مع اللحمه المبرده خطا في الهايبر ماركت او في السوبر ماركت او كده ووصلت لحضرتك مش مظبوطه، هتبقى تحت مسؤوليتي. بالزبط. وانا مسؤول مسؤوليه كامله ان انا اوصل لك منتج انت بعد كده تطلبيه وتحبيه وتاكدي عليه. وده امن لي من ان انا كعميله يحصل لي مشكله في اللحمه اللي اشتريتها من السوبر ماركت وارجع للشركه. تمام. فالشركه تقول لي لا ده اصل سوق يعني سوق تخزين، او الثلاجه كانت عندهم فصله او كان فيها مشكله، او ناس خدتها ورجعتها. يعني احنا ساعات بنشوف ناس بتاخد كل حاجه وترجعها على الكاشير وتتساب الحاجات دي وترجع تاني الثلاجه. فانا مع الفكره دي بنتقي كل ده قلبا وقالبا. تمام. استمر من فضلك بيع اللحوم عن طريقك. بالظبط كده يا فندم، دي فكره هايله. عن طريقنا، ولكن المجمدات لان هي مجمده فما فيش فيها عليها مجمدات، ما فيهاش وكده كده هتتوجد في الثلاجات وهتتوجد في متناول الجميع. بالظبط. واخد حضرتك ده، لكن مقطعات يبقى حضرتك هتطلبيها من على الصفحه وبتحدد لك ميعاد. يعني انت يعني تحدد لك ميعاد، كمان احنا بنحدد لحضرتك ميعاد التسليم، لان احنا بنذبح بنحجز الاول. بالزبط. وبعدين نذبح ونسلم حضرتك عشان يبقى واصل لك فريش 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 فريش. انا مبسوطه. المصنعات حضرتك، المصنعات طبعا كلنا كنا بنخاف ان احنا ناكل اولادنا مصنعات، اذا كان برجر او سجق بالزيت او لانشون. طبعا. لانشون انا ما بيدخلش البيت عندي، مشكله حياتي اللانشون دايما، ما بدخلوش البيت. بالظبط. يعني احنا في عندنا كده محرمات. ولادي ما بياكلوش لانشون. لا حضرتك ان شاء الله علشان بخاف منه. ولادك هياكلوا لانشون بوم. بالظبط. فيعني انه اللانشون من غير مواد حافظه. بالظبط يا فندم، من غير مواد حافظه، لحوم وبهارات فقط. السجق شرحه. البرجر. تمام. واخد بال حضرتك، كمان مفيش اي مخلفات ولا اضافات ولا فول صويا ولا اي حاجه تانية. تمام. هي لحوم فقط وبهارات.
لحوم وبهارات، مفيش احلى من كده. مفيش احلى من كده فعلا. والسجق وكل الحاجات المصنعات وكل دي مفيهاش اي مواد حافظه خالص والمصنعات هتبقى موجوده في السوبر ماركت ان شاء الله. ان شاء الله ده مستقبلنا. نيجي بقى للسؤال الاهم اللي كل الناس دلوقتي عايزه تساله لك، الاسعار. تمام. الكلام ده كله بقى غالي، وانجس واسكتلندا وحاجات كتير، غالي ولا ايه؟ كلمني عن الاسعار. احنا نازلين بالاسعار في مستوى الجميع. احنا الاسعار بتبدا علينا البرايس من القطعيات العاديه من 130 جنيه وبتتدرج مع بتتدرج مع القطعيات حسب كل قطعيه في العجل بيتحدد سعرها. يعني افريج الاسعار العاديه ابتداء من 130 جنيه وبعدين على حسب بقى البريميوم كوت، انا عايزه ايه، انا بحب ايه، انا هشتري ايه، كيلو نص كيلو، هشتري قطعه، فده يعني تمام. طيب لا، الاسعار متناول الجميع ان شاء الله، ونحاول ان احنا نحافظ على المستوى ده، وان احنا عايزين نوصل لكل الناس، وكل الناس تذوق احسن لحمه في مصر اللي هي اجود لحمه. أيوة. عالميه، واخد بال حضرتك، واحنا بنربيها هنا في مصر، ودي حاجه يعني انا شايف ان هي مش موجوده، وان شاء الله وجدناها ونحافظ عليها، وربنا يقدرنا ان احنا نستمر باذن الله ونفضل كده دايما ان شاء الله حسن ظنك باذن الله. ايه طرق التواصل؟ الناس تقدر تتواصل معاكوا عن ايه؟ عن طريق ايه؟ هو حاليا دلوقتي احنا عن طريق الفيسبوك، في صفحه بيتكلم عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب. وان شاء الله خلال ايام هيبقى في تطبيق حضرتك تقدري تطلبي من عليه وتختاري من عليه القطعه اللي انت عايزاها. حلوه قوي فكره الابلكيشن فعلا. أيوة. دي فكره هايله ان انا يبقى عندي ابلكيشن بنزله وبطلب من عليه الاوردر. اي يا فندم، حضرتك هتطلبي عليه من عليه الاوردر بالقطعه اللي انت عايزاها وهيوصل. انا اول واحده، انا اول مستخدم للابلكيشن. ان شاء الله. انا بحب الابلكيشن جدا، احب اطلب طلباتي من عليه، وهيبقى ابلكيشن سهل. يعني هيبقى ابلكيشن سهل وسهل التعامل معاه لاهالينا وكلهم بالظبط، وهتبقى طريقه سلسه ان شاء الله. هي كل الناس دلوقتي بتتعامل من على الموبايل عن بالزبط. طريق التطبيقات والابلكيشن، والناس كلها دلوقتي بالزبط. الموبايلات بقت عليها الكلام ده، فبقت طريقه سهله. تمام. واللي هيبقى مستصعب ده هيطلبكم بالتليفون عن طريق الواتساب او الفيسبوك، فبرضه انا شايفاها الطرق بالزبط. كلها سهله. عن طريق التليفون عليها. نفسه ممكن يبلغ الاوردر بالتليفون، ممكن يتكلم في التليفون. للمبيعات طبعا ممكن يتكلم في التليفون عادي جدا. هايل. واخر حاجه بقى، ايه الجديد كمان اللي هتعملوه؟ والله الجديد المستقبلي ان شاء الله ان احنا هنعمل كورنر نبيع فيه المنتجات كمان جاهزه للعميل. يعني تمام. حضرتك خلاص انت عرفتي ان المنتج ده ممتاز. فانا ماشي في الشارع بعربيتي جعت ورايح مشوار طويل ومش عارف ارجع البيت دلوقتي، هعمل ايه؟ هشوف جوم ميت، هخش اخد وجبه جاهزه سريعه وابقى ضامنها وعلى طول. حلو قوي. يعني مستوي ساندوتش برجر بالظبط، ساندوتش سجق مظبوط، واكل امان. انا عارف البراند وعارف بيجيبوا منين، بيربوا ازاي، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيناموا ازاي، كل حاجه بالظبط. اروح باكل الساندوتش جاهز كده. دي فكره حلوه قوي. انا سعيده بالمشروع وسعيده بلقائي بحضرتك جدا، واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك بجد، بتمنى لكم كل التوفيق. اهلا بيكي. ميرسي لحضرتك. شكرا.